أهلا بكم في حصاد الليلة. يواصل العراق خطواته نحو التعاون الدولي من خلال استضافة المؤتمرات والمشاركة في الفعاليات الدولية والتي تعكس رغبة الحكومة في بناء جسور جديدة مع العالم وزيادة التفاعل الثقافي والاقتصادي والسياسي، إذ من المقرر أن تحتضن العاصمة بغداد السبت المقبل أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي، وذلك برعاية رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ورئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي. تستمر حتى 4 من آيار المقبل بمشاركة أعضاء الوفود ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة لمناقشة مواضيع تتطرق إلى قضايا أسواق العمل والعمال في الوطن العربي. أهلا بكم. إذن مشاهدينا، محور الحديث في ملفنا الأول حول أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي. سينضم معنا وعبر سكايب المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ نجم العقابي. أستاذ نجم، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا، وفرصة طيبة أن نلتقي بجنابكم وبالقناة الأيام حقيقة قناتنا الموقرة للتحدث عن حدث مهم وهو عقد المؤتمر العربي. عقد المؤتمر العربي بدورة 50 في بغداد. حقيقة هذا المؤتمر يعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني ورئاسة المؤتمر الأستاذ أحمد الأسدي. الحقيقة إذا نتحدث عن المؤتمر، احنا بباب الأمر بعد 35 عام. أستاذ نجم، إذا تسمح لي أحتاج من جنابك شغلتين. الأولى، الصوت أحتاج شوي يكون أعلى، بالإضافة إلى أنه أحتاج إلى توضيح ما هو هذا المؤتمر، تفاصيل المؤتمر بشكل مفصل حتى المشاهد تكون عنده فكرة. تفضل. الحقيقة تستضيف العاصمة بغداد إن شاء الله أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي ويوم السبت المقبل. طبعا المؤتمر حقيقه يعقد برعايه مجلس رئيس الوزراء الاستاذ محمد الشياع السوداني ورئاسه الاستاذ محمد احمد الاسدي. الحقيقه ان هذا المؤتمر يهتم بمناقشه قضايا مهمه تختص بالشان قضايا السوق وكذلك اسواق العمل وقضايا العمال في الوطن العربي. الحقيقه احنا المؤتمر بعد 35 عام يعود العراق في عقد هذا المؤتمر والمؤتمرات الأخرى. إن اختلاف عقد هذا المؤتمر العربي يختلف عن باقي المؤتمرات، حيث يمثل الأطراف الثلاثة، التمثيل الثلاثي، أي الحكومات، العمال وأصحاب العمل. نعم. جيد. ولادة هذا المؤتمر كانت في العاصمة بغداد العام 1965 إلى أن توقف في الثمانينيات. جيد. ماذا يمثل عودة العراق واحتضانه لهذا المؤتمر من جديد في العاصمة بغداد وبهذه القوة؟ الحقيقة أن عودة العراق لعقد هذا المؤتمر يمثل حاضنة كبيرة للعراق. أول شيء يحتضن المندوبين والتنفيذ وزراء العمل العرب، إضافة إلى ذلك كما تحدث أن عقد المؤتمر كان تأسيسه عام 65. إحنا لغاية 88
هي آخر دورة عقدت في بغداد ثم انتقل إلى القاهرة. وطبعا هذا المؤتمر اهتم بالدرجة الأولى بالشأن العمالي وأسواق العمل. اليوم المؤتمر يناقش عدد من البنود الهامة الحقيقة التي تؤثر تأثيرا مباشرا على أسواق العمل، وأهم البنود هي تقرير المدير العام ومستقبل الموارد البشرية في ظل حقيقة الثورة التكنولوجية والتحديات التي تواجه الموارد البشرية طبعا في الدول العربية. يعني في ظل هذه التحديات الإقليمية والدولية والصراعات الاقتصادية في العالم، من المؤكد أنها ستلقي بظلالها على بنود المؤتمر. ما هي المخرجات المتوقعة أن يخرج بها هذه المؤتمر وحتى بالتالي تنعكس إيجابا على الواقع بشكل عام؟ حقيقة المؤتمر خاصة العراق يتوائم مع المنهاج الحكومي. اليوم احنا شرعنا عدد من القوانين المهمة التي تمثل في طفرة نوعية في العمل في العراق، وهي مثلا تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، قانون مهم جدا في امتيازات كبيرة جدا تهتم بالقطاع الخاص وتدعم القطاع الخاص وتخفف الضغط الكبير على القطاع العام. هذا هو في وحدث مهم جدا. إضافة إلى ذلك احنا لدينا مظلة الحماية الاجتماعية ايضا توائم مع اهداف هذا المؤتمر. طبعا المؤتمر يعني يمثل منظمة العمل العربية، هي تمثل جميع الدول العربية. الحقيقة هناك خطط، هناك اهداف في المؤتمر يعني حتى نواجه هذه التحديات. اليوم وضع السلف في المنطقة العربية نعم. يعني في ظل التطور الحاصل خاصة في مجال التكنولوجيا، لهذا يجب استغلال هذا التقدم في خلق فرص عمل جديدة، إضافة ذلك إلى المحافظة على حقوق العاملين طبعا في هذا الجانب. ولهذا كانت هناك ظهور كبيرة من دول الأعضاء الذين يمثلون هم يعني قرابة إن شاء الله يوم السبت المقبل أكثر من 400 مندوب يمثلون أطراف إنتاج الثلاثة يعني وتمثل من مختلف الفعاليات والاجتماعيات. جيد أستاذ نجم، هل هناك استراتيجيات محددة يعني يجب اتخاذها لتعزيز فرص العمل خاصة في البلدان العربية والبلدان المشاركة بهذا المؤتمر؟ لا أكيد هناك طبعا فرص عمل، يعني هي حقيقه تحدثت عن التطور التكنولوجي وخاصه احنا اليوم عندنا منصات رقميه، هي احدثت فرص عمل جديده، ولكن يجب المحافظه على هذه المنصات من اجل استغلالها بصوره ايجابيه في هذا الوقت بالذات. يعني احنا حقيقه هذه الفعاليات تراعي طبعا احنا لما نوجد فرص العمل أكو هناك مراعاة من حيث الثراعي ترجع الدورات والتنوع من خلق من إقامة دورات تدريبية، ندوات، ملتقيات، مؤتمرات، إلى جانب طبعا مشاركة منظمة العمل العربية في العديد من أنشطة المؤتمرات الدولية يعني الدولية والعربية. ولهذا إن شاء الله سيكون هناك اهتمام بشكل خاص على المنصة الرقمية من خلال أكو هناك بند فني. هذا البند الفني حقيقة سيتطرق إلى العديد من التحديات والفرص المتعلقة بالعمل خاصة العمل اللائق للشباب يعني في المنصات الرقمية، أي يشمل استعراض الأثر الاقتصادي للعمل على هذه المنصات وآثارها على التجريد. وهناك حقيقة اقتراحات وتدابير لضمان حماية حقوق العمال وتحسين أيضا في نفس الوقت ظروف العمل في المنطقة العربية بصورة عامة. جيد، الكثير من الأسواق العربية اليوم أستاذ نجم أخذت الطابع العالمي ونجحت، كيف من الممكن أن نستثمر أن نستفد من تجارب الدول الناجحة بهذا المجال حتى نطور من السوق العراقية اليوم والوضع العام للعراقي بشكل عام؟ الحقيقة هي الأهداف المنظمة العربية وخاصة مجلس إدارة المنظمة هناك اللجان هي منبثقة أو تنبثق عن المؤتمر، يعني لجان التنظيمية، لجان الصياغة، لجان الاتفاقيات التوصيات، ولجنة اعتماد العضوية، ولجنة المالية، أيضا هناك لجنة خاصة بحقوق المرأة. هذا يجب استثمارها جميعا من أجل المحافظة وخلق فرص عمل جديدة
ايضا حتى نحافظ على حقوق العاملين في هذا الجانب. طيب 50 دورة عقدت لهذا المؤتمر، هل هناك أسس ناجحة ربما تطور كبير أثر بشكل واضح على نجاح مستمر؟ بالتالي اليوم كيف تقرأ نجاحات هذا المؤتمر يعني عام بعد عام؟ تفضل. لا حقيقة هناك أيضا هذا المؤتمر احنا ناقشنا أيضا سوف يتم مناقشة ما أنتجته الدورة السابقة الدورة 46 ايضا من اجل تعزيز سياسه يعني الانتاجيه والاستدامه في اسواق العمل العربيه، يعني حتى نحلل هذه النتائج هاي راح تساهم في تعزيز بيئه عمل ناجعه، ايضا نحفز يعني حفز لنا النمو الاقتصادي في البلدان العربيه، فضلا عن سبل تحسين وتطوير السياسات والادوار المطلوبه. احنا لدينا شركاء اساسيين اطراف الانتاج الثلاثه وهم الحقيقه الاطراف الانتاج الثلاثه اللي تمثل العمال واصحاب العمل، لان انا تحدثت المؤتمر هذا يختلف عن باقي المؤتمرات العربيه حيث هناك شركاء اساسيين من اجل دعم العمل وخاصه تحسين العمل ومواجهه التحديات الاقتصاديه والاجتماعيه. جيد، كل مؤتمر يتضمن 10 بنود، حسب توقعاتك ما هي القضايا الرئيسيه اللي أو التي سيتم مناقشتها بهذا المؤتمر؟ والله هي أهم موضوع هو راح يتم مناقشة تقرير المدير العام حقيقة هو مستقبل المواد البشرية يعني في ظل الثورة التكنولوجية والتحديات التي تواجه، أيضا عندنا احنا بن حقيقة مهم جدا يعني حتى يتعرض حتى هناك نظرة كاملة للبرامج التي يتم يعني نفذتها في العام المنصرم، يعني حتى نكون واضحين هناك عدد من البنود، أهم البنود هي البند الثامن، هذا يوضع لنا سياسة مهمة جدا تدعم وتعزز العمل والحقيقة والاستدامة ودفع نحو الأسواق في أسواق العمل العربية. إضافة إلى ذلك هناك عندنا حقيقة بند فني، أنا تحدثت عن هذا البند الفني يعالج المنصات الرقمية للشباب للعمل اللاف حتى نحافظ طبعا العمل اللاف حتى نحافظ على حقوقه يجب دعمها من كل الجهات. اضافه الى ذلك لدينا يعني طبعا اكو بند خاصه في الماده الخامسه الفقره 3-4 من دستور مجلس اداره المنظمه، هناك لجان دستور تنبثق عن المؤتمر حتى نعزز هذه اللجان، سيكون العمل موحد من خلال التنفيذ الثلاثي لمناقشة كل المواضيع التي تتطرق خاصة في العمل وتحديات العمل في المنطقة العربية. أستاذ نجم، من المؤمل أن العراق مقبل على تطور في مجال العمل وربما قفزة كبيرة، خاصة تزامنا مع عندما يحين موعد انطلاق طريق التنمية. برأيك هل هناك تأسيس لمرحلة طريق التنمية وهذا يعني الأمر المنتظر؟ تفضل. لا حقيقة يعني مؤتمر يعني إن شاء الله هناك أهداف وتنسيق وجهود كبيرة يعني في ميدان العمل والعمال يعني على المستويين العربي والدولي، وتنمية وصيانة أيضا الحقوق والحريات النقابية وتقديم المعونة الفنية في شتى الميادين العمل. احنا اليوم مقبولين على إن شاء الله ثورة بناء، ثورة صناعية خاصة احنا في هذه المرحلة، أيضا هناك شرعت العديد من القوانين المهمة، كانت القوانين السابقة مرت عليها يعني عشرات السنين، اليوم قوانين جديدة هي كلها تدعم هذه الفئة المهمة، هذا القطاع المهم وتعزز القطاع بشكل عام وهو القطاع الخاص. جيد، ما هو الدور الذي من الممكن أن تلعبه المنظمات الدولية في دعم فعاليات هذا المؤتمر؟ الحقيقة احنا لدينا يعني الكل يعرف هناك منظمة العمل الدولية، يعني واهداف منظمة العمل الدولية هي تتوائم مع اهداف منظمة العمل العربية، ولهذا هناك تواصل واستمرار من اجل الوصول الى مرحلة مهمة جدا هي مواكبة التطور الحاصل في هذه البلدان المتطورة يعني على الصعيد الدولي وعلى الصعيد العربي. نعم،
المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ نجم العقاب يشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا مستمرين بحلقة هذا اليوم، ملفنا الثاني لحلقة اليوم سيكون بعد هذا التقرير. لا يزال الجدل محتدما في الأروقة السياسية حول اختيار رئيس مجلس النواب، صراعات وخلافات داخل البيت السني الذي لم يجد بديلا حتى هذه اللحظة. رغم انسحاب المرشح شعلان الكريم، تبقى الدورة البرلمانية الحالية تدار بالوكالة حال انهاء الخلافات على المنصب. عدم انتخاب الرئيس هو سابقة غير يعني حميدة حقيقة في عمل المجلس، وهي تأثر على إداء المجلس وتأثر على سير أعماله. يفترض حسم الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة لكي تجري العملية السياسية بسهولة ويسر. بعد مرور أكثر من 4 أشهر على خلو المنصب، استحقاقات دستورية معطلة لا تزال تسيطر على المشهد السياسي، خصوصا تأخير اختيار رئيس المجلس يعني تعطيل العديد من القوانين التشريعية. اليوم العراق يشهد مجموعة أو كمية كثيرة من العرقلة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لا سيما العمود الفقري اللي هو الاقتصادي لازم نلتفت له. اليوم غلاء معيشي اكو، اليوم بطالة متفشية موجودة، فهذا كل شيء يحتاج له تنظيم سياسي من قبل سلطة تشريعية ليس تنفيذية فقط. احنا اليوم نشوف انه البرلمان معطل تماما بعدم إعاز أو حضور ما يمثله وما يشكله وما يهتم به، فهذا كله مردوداته بالعكس أو مردوداته سلبية على المواطن العراقي وعلى وضعه بشكل عام اللي يشمل حتى من جانب المعيشة. يتبارى سالم العيساوي ومحمود المشهداني على منصب رئيس مجلس النواب، فهل يا ترى سيتم التوافق على أحدهما أم إن للمحاصصة حديث آخر؟ من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن محور الحديث في الملف الثاني راح يكون مع أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المستنصرية الدكتور مصدق عادل. مرحبا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا بكم ولمشاهديك الكرام. أهلا بجنابك دكتور. بداية، الخلاف السني السني ما زال قائم في الوضع السياسي الحالي، تأثيرات هذا الخلاف المستمر منذ قرابة 6 أشهر تقريبا دون إيجاد حلول، كيف ينعكس على دور السلطة الرقابية السلطة التشريعية داخل مجلس النواب وحتى القرارات التي باتت شبه معطلة لليوم؟ تفضل. السلام عليكم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. فيما يتعلق بتأخر اختيار رئيس مجلس النواب، حقيقة هذا الأمر يعكس مدى الخلافات المكوناتية داخل المكون الواحد وله العديد من التأثيرات السلبية على العملية التشريعية وعلى العملية التمثيلية. العملية التشريعية حقيقة الجميع يعلم أنه التشريعات يصار إلى الاتفاق عليها سياسيا بين الكتل والزعامات السياسية قبل أن تصار إلى إدراجها على جدول الأعمال. فبالتالي اليوم مجلس النواب بعدم قيامه باختيار رئيس له يدلل على أن هنالك عجز في إدارة الملف التأسيسي. هذا الملف التأسيسي انتخاب رئيس مجلس النواب، نعم هو ظاهريا يبدو لنا أنه هو مجرد الناطق باسم مجلس النواب ويمثل المجلس أمام الجهات الأخرى، لكن واقع الحال اليوم هذا استحقاق أحد المكونات. فبالتالي وضع العراقيل القانونية أو الدستورية أو المكوناتية أمام إكمال عملية الاختيار تجعل البعض يلجأ إلى مقاطعة العملية السياسية. لهذا اليوم حقيقة يجب على مجلس النواب وعلى قادة الكتل السياسية أن يتنبهوا إلى مسألة أن غياب أكثر من عنصر على العملية التشريعية وعلى العملية السياسية معناه أن غالبية الاتفاقات التي بنيت عليها تشكيل الحكومة قد تتقوض. لهذا تأثيرات سلبية كثيرة، منها القوانين المهمة، عندما نصل إلى القوانين الاستراتيجية مثل قانون النفط والغاز، قانون مجلس الاتحاد، نجد أن مجلس النواب يقف مكتوف الأيدي سواء بالنسبة للنائب الأول أو النائب الثاني، لأنه يشترط توافق
وإجماع المكونات الثلاثة على تمرير هذه القوانين الأساسية. فبالتالي استمرار عدم اختيار رئيس مجلس النواب معناها استمرار تعطيل القوانين المهمة داخل مجلس النواب. ووفق القانون هل من الممكن يعني أن يستمر هذا الخلو حتى انتهاء الدورة الحالية؟ حقيقة احنا اليوم امام مخالفة قانونية للنظام الداخلي المادة 12. طرح بعض النواب الاخوة مسألة انتخاب تعديل عفوا النظام الداخلي بالشكل الذي يجيز انتخاب رئيس مجلس النواب بصورة اسهل مما هي عليه، لكن جوبها بان الاختلاف في ترشيح اكثر من شخصية داخل المكون السني تقف عائقا أمام المضي للتعديل. لهذا على المكون السني اليوم أن يحسم خياراته باختيار مرشحين على الأكثر عندما يصار إلى الاتفاق، حين ذاك بالإمكان أن يصار إلى تعديل النظام الداخلي وبالتالي تزال المخالفة القانونية وسينتخب رئيس مجلس النواب بمجرد الاتفاق على هذا الترشيح. أنت اليوم كقانوني دكتور وين تشوف المشكلة تحديدا؟ طيب هذه المشكلة في حال تم تعديلها إذا كانت بالفقرة 12 بالنظام الداخلي لمجلس النواب، بالتالي في المرات المقبلة هل من الممكن أن نعود لنفس المشكلة؟ ما هي الحلول الصحيحة التي يجب أن توضع؟ الحلول حقيقة سبق للمحكمة الاتحادية العليا أن قالت كلمتها بصدد اختيار رئيس مجلس النواب واستمرار النائب الأول في إدارة الجلسات وحصر الترشيح على من تم ترشيحه في الجولة الأولى لانتخاب رئيس مجلس نواب. نعم. فاليوم الكتل النيابية السنية ترغب في رفع هذا القيد باعتبار أن هنالك قرار للمحكمة الاتحادية يمنع فتح باب الترشيح مرة أخرى، فبمجرد تعديل النظام الداخلي سيصار إلى تقديم سيل من المرشحين. يعني على سبيل المثال اليوم من حزب تقدم ويقول أنه أنا صاحب الأغلبية داخل المكون. نعم. وبالتالي من حقي أن أسمي رئيس مجلس نواب، بإمكان إذا تم تعديل النظام الداخلي أن يقدم 10 مرشحين، فهنا ستكون أيضا خانة الاتفاقات السياسية غالبة على مسألة النص القانوني باعتبار أن الاتفاق السياسي هو الذي سيحسم اختيار رئيس مجلس النواب. انسحاب السيد شعلان الكريم من الترشيح وأيضا أعلن استقالته من حزب تقدم وعدم انتماء إلى أي جهة سياسية، شلون تشوف الموضوع؟ هل تم الاتفاق سياسيا حزب تقدم مع باقي الأطراف بالتالي حتى يتم تعديل القانون والعودة الأمر لتقدم ليرشح مرشح آخر؟ نعم. حقيقة ترشيح السيد شعلان الكريم ولد ميتا منذ الجولة الثانية، بمجرد أن تم ترشيحه للمنصب حقيقة تم إثارة مسألة تمجيد النظام السابق وغيره، حتى فيما يتعلق بمسألة رد الدعاوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية. نعم هي فيها خلل في الإجراءات وتوجيه الخصومة وشرط المصلحة، لكن في الكواليس نعم أنه مسألة الاتفاق السياسي على انسحابه هو أيضا جزء من عملية الاختيار باعتبار أن حزب تقدم قد دعم هذا المرشح للمنصب، لكن عندما اتضح وجود ملفات تؤثر على الاستحقاق النيابي للكتلة فيما يتعلق برئاسة مجلس النواب حين ذاك تم التبرؤ منه، فبالتالي من أجل حفظ ماء وجهه اتجه إلى الانسحاب من الحزب بعد أن قامت المحكمة الاتحادية العليا برد الدعاوى التي أقامها العديد من النواب بصدد ترشيحه لرئاسة مجلس النواب وكذلك الطلب بإبطال عضويته. حزب تقدم إلى اليوم يتحدث عن قانونية أو من الجانب القانوني أنه حصة موضوع رئاسة البرلمان من صالح تقدم، من الجانب القانوني نعم. شلون تقرأ هذا الموضوع؟ حقيقة لا يوجد في الدستور أو النظام الداخلي شيء يقول أن منصب رئيس مجلس النواب هو من حصة الكتلة النيابية الفائزة بأعلى المقاعد ضمن المكون، باعتبار أن الاتفاق السياسي أو العرف الدستوري الموجود هو يقول بتوزيع الرئاسات الثلاثة على المكونات، لكنه لا يتدخل في تفاصيل اختيار أحد الرئاسات. يعني اليوم على سبيل المثال إذا قدم حزب تقدم مرشح وهو الأغلبية السنية وقام حزب السيد خميس الخنجر بالتقديم مرشح ثاني ووقع اختيار الكتلة النيابية الأكثر عدد أو أكثر من 165 نائب على شخصية أخرى
غير حزب تقدم، فهنا ليس أمام حزب تقدم إلا القبول بنتائج الانتخابات، وبالتالي سيمضي اختيار رئيس مجلس النواب خارج الاستحقاق الذي تدعي كتلة التقدم أو غيرها من الكتل الأخرى. بهاي الحالة المشكلة بالفقرة 12 لو الحل بالتوافق السياسي؟ الحل حقيقة بالتوافق السياسي داخل المكون السني، حالما اتفق السيد محمد الحلبوسي والسيد خميس الخنجر على ترشيح أكثر من شخصية، شخصية واحدة لكل منهما أو شخصيتين لحزب تقدم وشخصية للسيد خميس الخنجر، حين ذاك ستحسم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب في جلسة واحدة داخل مجلس النواب، وسيصار إلى تعديل النظام الداخلي قبل التصويت بساعة، وستنتهي الأمور جيد في أقل من 24 ساعة. وفق المعطيات أي سيناريو أقرب للتطبيق؟ أعتقد أن الأيام القادمة ستكشف لنا عن حصول توافق بين المكون السني على اختيار مرشحين أو ثلاثة، وبالتالي ستمضي عملية اختيار مجلس النواب بما ينسجم مع الدستور والنظام الداخلي، وبالتالي ستبدأ عملية تشريعية جديدة نأمل أنها تليق بمجلس النواب، باعتبار أن هنالك العديد من القوانين التي عطلت وذهب مجلس النواب إلى تمرير قوانين غير ذي أهمية، وبالتالي نعول كثيرا على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب من أجل أن تكتمل مسيرة العملية التشريعية، وبالأخص أنه لم يبقى من عمر الحكومة سوى 15 شهر. هناك من يرى أنه بأي طريقة ستحسم الأمور إذا تم اختيار رئيس البرلمان، بالتالي راح يكون طرف غير راضي أو طرف خاسر، وبالتالي يؤدي إلى توترات سياسية وتشنجات. شو تشوف قراءتك لهذا؟ حقيقة فيما يتعلق بالتوترات لا أعتقد أنها تحصل، لأن من يحصل على 165 نائب معنى هذا أن هنالك اتفاق سياسي مع الكتلة النيابية الأكثر عدد وداخل المكون السني أيضا، ولهذا هذه هي اللعبة الديمقراطية، الأغلبية تقيد الأقلية، وبالتالي ندعو لهم بالتوفيق في الدورة النيابية القادمة من أجل أن يعظموا عدد أعضاء نوابهم، وبالتالي قد ينالوا هذا المنصب ضمن الاستحقاق الانتخابي والسياسي. جيد، إذا نتحدث عن الانعكاسات السلبية لبقاء مجلس النواب دون رئيس مجلس النواب، أو يعني بنقدر مثلا ما تأثر يبقى النائب الأول يقود الجلسة؟ لا حقيقة من الناحية الدستورية والقانونية نعتقد أن غياب المكون السني عن رئاسة مجلس النواب يقوض العملية التشريعية، هو لم ينص عليها الدستور، باعتبار أن الشراكة هي صيغة توافقية دستورية قد اتفق عليها جميع الشركاء السياسيين، وبالتالي استمرار هذا الأمر معناه هدر حقوق المكون الثاني. لهذا حقيقة نحن مع الإسراع بانتخاب رئيس لمجلس النواب من أجل إعادة الأمور لنصابها الصحيح واكتمال المؤسسات الدستورية، وبالتالي هذا الأمر سيساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي والاقتصادي، وبالتالي عندما نذهب إلى الانتخابات النيابية القادمة سيكون هنالك جو ديمقراطي ليس كما هو الحال عليه اليوم في ظل التخوين. دكتور الفاصل. إذا كانت تتوفر هذه الرغبة لدى القوى السياسية الأخرى بحل مسألة اختيار شخصية لشغل منصب رئاسة البرلمان، إذن ما الذي يؤخر اليوم غير الفقرة 12 وتعديل القانون؟ حقيقة تعنت حزب رئيس حزب تقدم وادعاه بأحقيته في استلام منصب رئيس مجلس النواب، هو الذي يقف عائقا أمام نيل هذا الاستحقاق. لهذا حقيقة هي دعوة من خلال منبر قناتكم الحرة للسيد رئيس حزب تقدم أن يغلب مصلحة المكون السني على المصلحة الحزبية، باعتبار أنه مضي الأيام معناه ضياع العديد من التشريعات المهمة، ضياع العديد من الفرص في المشاركة السياسية والتشريعية الفاعلة، ولهذا فإن هنالك الكثير من المسائل الاستراتيجية التي ينبغي على رئيس حزب تقدم أن يحسم خياراته ويتفق مع الشركاء السياسيين من أجل دفع عملية انتخاب. يجيك شخص دكتور يقول لك الرجل صاحب أكثر المقاعد النيابية بمحافظاته، بالتالي ليش ما توجه هذا الكلام للطرف الآخر اللي مأزم الموضوع؟ حقيقة إذا كان هو صاحب الأغلبية إذن خل يعقد جلسة داخل مجلس النواب ويستحصل على 165. هذا الأمر حقيقة هو عبارة عن أعلى
الفائزين داخل المكون، والمكون الواحد لا يحسم مسألة اختيار رئيس مجلس النواب، لأن رئيس مجلس النواب وإن كان من مكون محدد إلا أنه يمثل السلطة التشريعية التي تمثل كل الشعب العراقي بجميع أطيافه. لهذا هو القرار ليس رئيس حزب تقدم، وإنما هو قرار وفق ما تعارفت عليه الأعراف الدستورية بأنه استحقاق هذا المكون أو الطائفة، لكنه مشروط دستورا وعرفا بضرورة استحصال موافقة الشركاء الآخرين وعدم وجود مانع من الترشيح. جيد، اليوم نتفق أنه القوى الأخرى ما عندها مشكلة حتى بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وما عندهم مشكلة أيضا بالتصويت على أي شخصية يتم التوافق عليها من داخل البيت السني. إذن المشكلة اليوم هي داخل البيت السني خلال كل هذه الفترة المنتظرة وإلى الآن لم تحل. نعم، حقيقة من خلال العديد من اللقاءات مع الزعامات السياسية حقيقة أكدوا أنه لا توجد هنالك أي مشكلة في تعديل النظام الداخلي بالشكل الذي يسهل عملية انتخاب رئيس مجلس النواب القادم. لهذا اليوم حقيقة مثل ما تفضلت أنه الخلاف هو منحصر داخل حزب تقدم، وبالتالي حقيقة بالإمكان أن يصار إلى حل هذه المسألة بكل بساطة، حتى مسألة مرشح واحد عن كلا المرشحين، خلي أخذون على الثقل الانتخابي أو الوزن الانتخابي، إيش قد مقاعدك؟ أخذ قاسم مشترك 40 مقعد، رشح 2 أو 3. الخصم المقابلك إيش قد ثقل الانتخابي؟ خلي رشح مرشحين، وأتركوا هذا الأمر للتوافق السياسي داخل مجلس النواب، ستمضي الأمور بما ينسجم مع الأغلبية الواجب توفرها وهي 165، وبما يحقق جميع الأذواق السياسية داخل قبة مجلس النواب. جيد، خل شوي نجيبك للسياسة ونبحثك عن القانون اليوم. دكتور، لقاء الرئيس التركي خلال زيارته للعراق بالقيادات السنية داخل المحافظات السنية، هل من الممكن أن يكون بداية لحلحلة الأمور وبالتالي الاتفاق على شخصية معينة؟ حقيقة نعم، هو الاتفاق استغربنا به حتى الوزراء من المكون السني وكذلك كل الشخصيات السياسية والنواب. نعم، كان جزء منه هو مسألة طرح اختيار رئيس مجلس النواب، لكن في ظل هذا التعقيد الموجود واللي طرحناه قبل قليل، نعتقد أن الرئيس التركي لا يملك العصا السحرية لحل هذه المشكلة، باعتبار هذا الشأن وإن كان يتعلق بالدول المجاورة كتركيا والخليج وغيرها، لكن هي شأن داخلي يخص حزب تقدم وحزب السيادة. لهذا فإن القرار الأول والأخير هو متروك لهم، مع التوصيات التي قد يكون قدمها الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن هذه التوصية حقيقة سوف لن تلقى أذن صاغية بالكامل ما لم تتفق مع المصلحة الحزبية والسياسية لكل الطرفين. اليوم الكل يعول على التوافق السياسي اللي من الممكن أن يتسيد المشهد ويحل الموضوع. التوافق السياسي مع الطرف الآخر مهم، لو داخل البيت السني اليوم نحتاج إلى توافق لإنهاء هذا الموضوع. حقيقة حزب تقدم هو جزء من تحالف بناء الدولة، فبالتالي لا نعتقد أن هنالك مشاكل سياسية خارج حزب تقدم، يعني مع الفرقاء السياسيين الكرد والشيعة لا توجد هنالك مشكلة، لكن ما يحصل حقيقة هي المشكلة داخلية. لهذا إذا تم التغلب على هذه المشكلة، نعتقد أنه خلال 10 أيام أو بالهواية 14 يوم سينتهي ملف رئيس مجلس النواب القادم، وبالتالي أفضل حل هو حقيقة يتبنوه هو مسألة الوزن الانتخابي وطرح مرشحين ينسجم مع هذا الأمر، وبالتالي لن يجد هنالك أي مشكلة في تبني هذا الخيار من قبل الشركاء الآخرين السياسيين. جيد، خلينا نرجع على القانون شوية دكتور. أغلب المواقف الصعبة المصيرية المفصلية اليوم نشوف بعض المرات القانون أو حتى الدستور يفسر حسب رغبة من يشاء أو له مصلحة بحلحلة الأمور بطريقته الخاصة. طيب وين المشكلة؟ المشكلة بأصل القانون، المشكلة بصياغة الدستور، بفقرات الدستور، بالنظام الداخلي؟ حقيقة اليوم المشكلة هي مشكلة مركبة، يعني الجميع يعلم أن دستور 2005 عندما كتب 2005 لم يكن لدينا من الوعي السياسي والخبراء الدستوريين المؤهلين لكتابة الدستور في أقل من 3 أشهر. يعني أضرب لك مثل على سبيل المثال، الدستور الأمريكي 1787 استغرق 10 سنوات يلا كتبوه، وهو عبارة عن 13 مادة.
فبالتالي اليوم المشكلة الأولى اللي تواجه هذا التفسيرات المتضاربة هي مسألة وجود مشاكل دستورية في الصياغة وفي المضمون في نصوص الدستور، والمسألة الثانية فيما يتعلق بالتشريعات، رغم أن اختصاص مجلس الدولة بإبداء الرأي، لكن حقيقة اليوم مما يؤسف إلى نشوف أنه التشريعات لا تأخذ وقتها الكافي لإنضاجها بالشكل الذي ينسجم مع الواقع العملي. يعني اليوم مجلس النواب أقدر أشبه لك، نعم هنالك لجنة قانونية وهنالك لجان فنية أخرى، لكن طابع الاستعجال وطابع الاستحقاق السياسي والطابع الشخصي يغلب على عملية تشريع القانون. يعني أضرب لك مثل على سبيل المثال قانون منع التدخين، قانون واردات البلديات اللي منع الخمور وبيعها، كل هذه القوانين معطلة، إذا هي كانت معطلة ولا تطبق لماذا نشرعها؟ أيضا فيما يتعلق بقرارات أخرى عديدة حقيقة صدرت من المحكمة الاتحادية العليا تنسجم مع روح الدستور، والكتل السياسية والنيابية داخل مجلس النواب لا تطبقها، يعني مثل تصدير النفط الخام إلى تركيا من كردستان، مسألة الكوتل المكونات باعتبار أنه يفترض مراعاة مبدأ المساواة في قانون الانتخابات، مجلس النواب ما أخذ به. فلهذا حقيقة اليوم مشكلة مركبة تتعلق بهذه الفوضى التشريعية والدستورية. إذا ضبطنا المؤسسات بالشكل الدستوري السليم وضمننا عدم خروج أي سلطة على الدستور وعلى القانون وعلى النظام الداخلي، نعتقد أن هذه المشاكل ستحل غالبيتها، باعتبار أنه سيكون هنالك رأي عام وإعلام ضاغط باتجاه السلطة التي تنتهك الدستور أو القانون، وبالتالي سيصحح الموقف. أما في ظل هذا التشد الحاصل اليوم وعدم الدراية في الأمور الدستورية والقانون، أعتقد أن هذا المشهد الغير منتظم قد يستمر. دور المحكمة الاتحادية كان ثابت وبارز في مواقف حرجة خاصة خلال السنوات الأخيرة، وقرارات المحكمة الاتحادية باتت ملزمة لجميع الأطراف، وما شاهدنا بالتالي حتى أخيرا كان لرئيس مجلس النواب وأيضا. طيب لماذا بعض الأطراف ربما تتحايل أو لم تلتزم بشكل كامل حتى على قرارات المحكمة الاتحادية؟ نعم، هذا الأمر بسبب تغليب المصلحة الحزبية والسياسية على سيادة القانون وسمو الدستور، وهذا الأمر حقيقة ناجم عن ضعف الرأي العام في متابعة هذه المسائل. قرارات كثيرة حقيقة صدرت من المحكمة الاتحادية العليا وبعض الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة لم تنفذها، لهذا حقيقة اليوم نحتاج إلى استحداث حلقة دستورية قانونية تتابع تنفيذ قرارات المحكمة، كأن يصار من قبل مجلس القضاء الأعلى إلى تعيين مدعي عام أمام المحكمة الاتحادية العليا، هذا المدعي العام هو الذي يتولى متابعة تنفيذ قرارات المحكمة سواء بالنسبة في مواجهة الحكومة وإقليم كردستان أو حتى السلطة التشريعية. بهذا الأمر حقيقة نضمن أن قرارات المحكمة ستكون باتة وملزمة لجميع السلطات، ويتعرض من يخالفها للعقوبة اللي هي تصل للحبس وفق المادة 329 من قانون العقوبات العراقي. بالتالي حتى بعض القوانين المهمة اليوم نراها معطلة، إذا نسأل من يتحمل مسؤولية تعطيل هذه القوانين وعدم تفعيلها؟ حقيقة المسؤول التنفيذ المباشر عن السياسة العامة للدولة وتقديم مشاريع القوانين وغيرها هو رئيس مجلس الوزراء، والساهر على تنفيذ الدستور والقوانين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، فبالتالي الرئاسات الثلاثة هي من تتحمل هذا العبء من الناحية الأدبية والأخلاقية والسياسية قبل أن تكون قانونية، باعتبار حقيقة هذه الرئاسات ليس وظيفتها مجرد تسيير الأمور داخل مجلس وزراء أو داخل رئاسة الجمهورية وغيرها، وإنما مسؤوليتها أن تتابع تطبيق القانون باعتبار صيغة اليمين الدستورية اللي أدوها الوزراء ورئيس وزراء ورئيس جمهورية وحتى النواب السهر على تطبيق القوانين، فبالتالي مسألة تطبيق القوانين هي مسؤولية تتشارك فيها جميع السلطات في العراق. الآن نرجع إلى مجلس النواب ولموضوع خلو المنصب. القانون حدد فترة زمنية للموضوع، من الممكن أن يصل حتى الدورة المقبلة دون يعني من الممكن؟ نعم، الحقيقة الدستور عالج مسألة اختيار رئيس لمجلس النواب في الجلسة الأولى بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات مجلس النواب وفق المادة 54 من الدستور، لكن لم يعالج
مسألة اختيار رئيس مجلس النواب في حالة خلو المنصب، وين عالجوها؟ عالجوها بالنظام الداخلي اللي يقول ينتخب مجلس النواب بالأغلبية المطلقة في أول جلسة بعد الخلو رئيسا له. فبالتالي اليوم النظام الداخلي قوته القانونية أقل من القانون وأقل من الدستور، ولهذا نشوف أنه مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب والنائب الأول والنائب الثاني لا يهتمون كثيرا لمسألة مخالفة النظام الداخلي، لأن يقول لك إيش راح تعاقبني؟ يعني حتى لو نروح لنصوص القانون، نعم، قرار المحكمة الاتحادية يقول يستمر النائب الأول، لأن مبدأ عندنا بالقانون اسمه سير المرافق العامة بانتظام، وهذا المبدأ ما بيشي كلام دقيق. لكن حتى لو خالف مجلس النواب النظام الداخلي، ماذا ستفرض من عقوبات على النائب الأول لرئيس المجلس أو النائب الثاني أو حتى النواب الذين يعرقلون اختيار رئيس مجلس النواب؟ لهذا حقيقة هذه واحدة من المشكلات الدستورية اللي يتوجب أن أعالجها بالدستور، مثل ما حصل بالنسبة لاستقالة رئيس مجلس الوزراء عام 2019 لم تنظم. فلهذا مثل ما ذكرت لك أنه أكو هنالك خلل في صياغة الدستور وخلل في صياغة نصوص القانون. هستعدنا اليوم مجلس النواب يعكف منذ أسابيع على تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته. أنا أسأل هنا كمختص بالقانون الدستوري اللجنة القانونية ولا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ما يقدر يستحدث نص في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13/2018 وهو يعدل يعالج مسألة اختيار رئيس مجلس نواب بديل في حال خلو المنصب، بدل ما نعول على المادة 12 من النظام الداخلي. يسمح القانون بهذا الأمر؟ بالإمكان، لا يوجد ما يمنع. يقرأوا قراءة أولى وقرأوهم قراءة أولى ويقرأوا قراءة ثانية ويضيفون هالمادة وينتهي الموضوع. فبالتالي تصبح النائب أو نائب الأول لرئيس مجلس نواب أمام مخالفة القانون في حال عدم الالتزام باختيار رئيس مجلس النواب. أما مخالفة النظام الداخلي، نعم هي قاعدة قانونية لكن تكاد تخلو من الجزاء القانوني أو العقوبة القانونية. نعم. أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المستنصرية دكتور في جامعة بغداد، عفوا هذا ما مذكور. جيد دكتور مصدق عادل، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة. شكرا جزيلا لجناب. شكرا لكم، حياك الله. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الثاني راح يكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول قرب إكمال ميناء الفاو في محافظة البصرة. نتابع. ختام حصاد هذه الليلة بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. وزارة الداخلية تعتقل أكثر من 200 مخالف خلال العملية الأمنية التي تجريها في منطقة البتاوين ببغداد. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يؤكد بأن الشعب العراقي تجاوز تحديات العنف والإرهاب ويسير قدما على طريق السلم والتنمية. وزارة النقل تعلن قرب اعتماد نظام الدفع الإلكتروني في حافلات النقل الجماعي. الإعمار والإسكان تؤكد وجود دعم حكومي كبير لإزالة جميع التعارضات أمام المشاريع الخدمية.
النفط النيابية تؤكد مضي الحكومة بقرار رفع تسعيرة وقود البنزين المحسن. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.